أكيد مشاهدينا مكملين بآخر فقرات صباحنا غير، وأكيد الفقرة الطبية اللي بتهم كثير من المشاهدين ضمن محطتنا الطبية لليوم. رح نحكي تحديدا ونوجه مؤشر الحديث نحو صحة الأسنان وسلامتها، ونحكي عن موضوع المعالجة اللبية والمفاهيم الصحية المرتبطة فيه مع الدكتورة آلاء محمد، أخصائية بمداوات الأسنان اللبية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أسعد. بالنسبة لموضوع مداوات الأسنان اللبية، أول شيء بدي أحكي يسعد صباحك أول شيء عن جديد. صباحك. وخلينا يمكن ونحن هيك عم نبدأ حديثنا معك نعرف الناس بالبداية شو المقصود بالمعالجة اللبية، يعني تمام. مصطلح اللبية هلأ غالبا هو كمصطلح ما له متداول بين الناس، يعني الدافع الوحيد اللي بيكون عند المريض هو شيء اسمه ألم، بيعرف ألم، تجربة ألمية هو بتآذي، بيجي لعند الدكتور بيقول له أنه أنا بدي أسحب العصب، هذا هو الشيء الوحيد اللي بيعرفه. هلا إذا رجعنا لمصطلح المداوات اللبية كمصطلح، هو باللاتيني اسمه إيدنتولوجي، يعني العلم اللي هو بيختص بالبنية الداخلية للسن. البنية الداخلية للسن هو لب السن، مثل ما حكينا أن العالم متعرف عليه أنه هو عصب السن، لكن هذا المفهوم خاطئ لأنه هو عبارة عن عصب، وفي قلبه وعاء دموي، وفي معه كمان وعاء لمفي، فيه خلايا، فيه ألياف، حتى في ممكن يتعرض للحصوات، ممكن مثل شلون بتتكون حصوات بالكلية عند البني آدمين، يعني بشكل طبيعي ممكن أنه تتشكل بداخل اللب السني، ممكن يتعرض للتليف. فهو عبارة عن نسيج مثل أي نسيج موجود بالجسم، ممكن يتعرض للإنتان وممكن يصيبه أي شكل من أشكال المرض. هلأ مشان نعرف أنه هذا اللب كيف تطور، لازم نعرف أنه في له بداية، يعني أول مرحلة من مراحله هي النخر الصغير أو نسميه التسوس، ببلش بالسن. المريض أيام ما بيهتم بهذا الموضوع. هلأ فمشان هيك إحنا لازم نقول إنه كل 6 شهور أو كل 3 شهور حسب درجة المرض لازم المريض يعمل تشيك أب عند الطبيب، يقول له إنه أنت قديش في عندك نخور، لأنه هذا النخر إذا تطور ممكن ينتقل من المينا السن اللي هو نسيج كتير صلب للنسيج اللي تحت منه، هو بيكون أضعف وأرق وانتشار المرض فيه بيكون كتير أقوى. متى ما وصل اللب خلاص، يعني صار الانتان داخل اللب، يعني هو وصل لاجوات النسيج. نحن قد ما فينا لازم نتفادى هذا الشيء، يعني لو من الاول المريض كان مهتم ومشي الحال بقصه حشوه او ترميم ما كان وصل لهذا اللب، بنقول انه ماشي الحال ووصلناه خلاص، وصار هو الدافع الالمي هو اللي بيجيب المريض لعند الطبيب. طب متى ما وصل لعند الطبيب انت بدك تميز، انه نقول للمريض هذا الالم عندك اذا اخذت له مسكن بيهدى عليه ولا ما عم يهدى على اي شكل من اشكال المسكنات ولا الادويه، مشان نعرف شو هي الطريقة اللي نتداخل عليها. هلأ كتير عالم تتهاون بموضوع سحب العصب، حاستخدم مصطلح المرضى، سحب العصب نفسه هو نفس المعالجة اللبية، بس كتير بتتهاون بهذا الموضوع، بيقول لك انه بيتقفف من الزيارات المتكررة، جلسات متكررة ما بدي اياها، بدي يخلص بجلسة واحدة على السريع، بيقول له لا معليش طول بالك على حالك، هذا تداخل ان صح التعبير هو تداخل جراحي، انت عم تستأصل نسيج تحت تخدير نسيج متكامل مثل اي نسيج موجود بجسم الانسان، مثل استئصال اي منطقه يعني بيصير بجسم الانسان، منشان هيك لازم يتم تحت تخدير اذا كان الحاله حيه طبعا. وبهي الحاله المميز بنسميه التهاب اللب غير الردود اللي ما بيستجيب الادويه، بهي الحاله لازم نتداخل بالاستئصال، بيتم بسحب هذا النسيج بموارد معينه وبعدين نحشي السن. وبهي الطريقه هلا بشكل ثاني بيجي بيقول لك انه لا بس بيفتح السن بيحطه بقلبه ماده وبيسكروه خلاص هو المريض ارتاح. المريض ايام ما بيهتم، انه هو شغلته بس انه يرتاح، ما بده اكثر من انه يرتاح، بس ممكن يمشي حاله شهرين 3 4 ممكن سنه، بس بعد فتره بتلاقي بيرجع بشكل متورم منفوخ، ممكن يطلع حتى بشكل خراج، الم اشد من الاول. هلا ما بدي احط كل الحق على المريض واقول لك انه هو ما اهتم من الاول، لا في جزء ايام بيكون على بعض الاطباء بسبب الاهمال ما اتبع القواعد اللي لازم يتبعها بالمعالجه الصحيحه. ماده محرمه دوليا هي الزرنيخ أو أي مادة قاتلة للعصب، المريض بيرتاح عليها بأول الأمر، ولكن هي نسيج عندك يا تخيلي أي قطعة مثل قطعة لحم صغيرة مثلا، ولكن أنت عم تموتها وعم تخليها بمكانها، بعد فترة شو ممكن يصير فيها؟ بدها تتعفن، بدها يصير فيها جراثيم، هي الجراثيم موجودة بمكان محصور ما حتضل موجودة بهذا النسيج، شو حتساوي؟ حتطلع للمكان اللي هي بالنسبة لها أسهل واللي هو ذروة السن، ذروة السن مفتوحة على العظم، متى ما وصل الإنتان للعظم بياكله بشكل أسرع. يعني حتى دفاعات الجسم ايام لما بيختل هذا التوازن ما حتقدر تسيطر على الامر. هلا اذا صار في عندنا تجمع قيحي او غيره بالفعل هو حيكون امر كثير مؤلم وتجربه الميه يعني كثير كبيره للمريض وهو بغنى عنه. مشان هيك معلش يطول باله المريض شوي على الطبيب، جلسات روحه وجايه وتنظيف وباللازم منه، معلش يطول باله لانه كله عم بيكون لمصلحته. اكيد اكيد.
أكيد سلمى، يمكن كمان نروح هلا نشوف فيديو عن مراحل التشخيص والعلاج ونرجع بنتابع الحديث. الفيديو حيكون عن مراحل تطور المرض أو تطور المرض، خلينا نشوفه، خلينا نحكي ونعلق عليه شوي. هلا مثل ما شايفين إنه النسيج اللبي موجود بعمق السن. هلا أنا بس بدي الصورة اللي فيها مراحل، شايفة إنه شلون النخر لما بده يتجاوز النسج الصلبي حيوصل للنسيج اللين واللي هو اللوب، حينتشر فيه بسرعة. إن استجاب للمريض لهذا الألم وقام فيه بشكل سريع خلاص بنخلص بنسحب يعني بنعالج من أول مرحلة، ولكن إذا ما استجاب، إذا طلع هذا الإنتان للعظم، هون بصير مشكلة حقيقية، رح يصير في عنده خراج، ببطل بيستجيب للمسكنات، حيصير في مشكلة معممة بكل جسمه. هلا ممكن إنه جرثومة دخلت للدم، وسجلت حالات بالسريرية إنه لما يوصل الجرثومة للدم ممكن يدخل المريض بحالة صدمة على المشفى، ممكن انه يتعاطى صادات حيويه بشكل وريدي، وكثير صعب تقولي انه من سنه، يعني في كثير على ما بتصدق انه سنه صغير معقول يعمل هي المشاكل، اي ممكن هي يعمل هي المشاكل. هي مو شيء سهل، لا ابدا ما شيء سهل. اللبيه وصاحب العصب الناس مثل ما قلتي بتستهين فيه شوي، هي مشكلتها بالمفهوم عند العالم، يعني انا اذا ما تألم المريض ما بيروح. طب في عندك نخر بسناك، اي ما عم يجعني، او اوقات بيجي مثلا مكسور شقفه من سنه بيقول لك انه انا بس بدي لبسه لهذا السن لانه عم ينكسر، بتقول له طب انه قلب السن ماله نظيف بدنا نعيد معالجته او هذا، بيقول لك لا انا ما عم يجعني. طب انه ما عم يجعك بس معلش. هلا كثير شيء حلو عم بيصير انه هذا العلم كثير تطور حاليا، وكثير عم يساعدونا بوسائل التشخيص، التصوير، حتى تحديد طول السن. أنظمة كتير الشركات عم تعطينا أنظمة حلوة للتحضير وللتنظيف، يعني ما عادت القصة بس فتحنا راح الألم وخلصت السيرة، لا هو سيستم كتير معالج. 80% أو 95% بتوصل أيام نسبة من مراجعين العيادة السنية هن المرضى المداوى اللبية. أكثر الأدوات اللي بتشوفيها بقلب العيادة هي بتختص بالمداوات اللبية، وبتتفاجئ إنه هو كل هذا مشان هي القصة، كل هذا مشان القصة، لأنه هذا هو الأساس والبيزك. إذا البيز نظيف فيك تعملي أي شيء تاني، بتعملي تجميل، بتعملي تتويج فوق، المهم إنه البيز نظيف. أكيد، يعني مثل ما عم نشوف زينب الناس بشكل عام عندها شوية خلينا نقول مصطلحات شعبية، إنه الأسنان بيعتبروها مثل يمكن الشغلات اللي بيكون عندك بالبيت معمرة، إنه هذا عظم، يعني إنه كل واحد بيروح له كل سنة سنتين أو بس يوجعه أو يوصل له إذا ما كان في غير معالجة واحدة عم يجعني بخلع السن. هلا آخر شيء، آخر الطب الكي وآخر العلاج الكي، أخصائي مداوات لبية بالذات بيحافظ على السن لأبعد حد، ما بيوصل المرحلة تبع الألم إلا يعني منتهي. صحيح، بيضل عم بيعالج ويجرب، وممكن أول معالجة الثانية معالجة سيئة من عيدة، إذا الألم مستعصي أو الآفة مستعصية ممكن نعمل ندخل تداخل جراحي صغير بنسميه قطع الذروة، هو إنه نشتغل من السن من الجهة الثانية، بنضل عم نحاول فيه للسن، آخر قرار ممكن ياخده أخصائي مداوى اللبية هو الألم. طيب دكتورة خلينا نحكي شوي إنه في أخطاء شائعة لازم نذكرها، إنه كثير من العالم بس يجع شيء من أسنانها بتاخذ دواء التهاب بدون ما ترجع لدكتور. تمام، هذا بصراحة هو أسوأ شيء عم بيصير، إنه أدوية الالتهاب بشكل شائع بين إيدين العالم. هلا بصيبه الخراج بيتوجع، أكثر دواء شائع بين العالم هو الأوغمانتين، أوغمانتين الألف كمان، يعني ما بينقي عيار ألف من هي يعني سبحان الله ما بينقي، بياخذ الأوغمانتين. شو بصير؟ هو بالفعل الآفة بتستجيب لأنه مضادات حيوية، وعم بيصير في عنا خلايا دفاعية عم بتقاوم هذا الإنتان، عم بتخليه يتراجع شوي، لكن منشأ الإنتان هذا واللي هو داخل قناة السن لساهم عباية بالجراثيم، وبعد فترة وبس يخلص مفعول الدواء وينسحب من دم المريض حيرجع يتجدد هذا الإنتان، ولكن مع مشكلة أكبر إنه الخلايا والجراثيم هي صار في عندها مقاومة ضد هذا الصاد الحيوي، يعني بيرجع بياخذ مرة ثانية الأوغمانتين أو هذا الدواء ما رح يستجيب له، حنضطر إنه نزود له العيار أو نغير له عيار الدواء، منفوت بقى بقصة الأدوية. هلا لازم ينتبه لهي الفكرة إنه أنا ما بروح عند الصيدلاني، طبعا مع احترامي للصيادلة، بس إنه بدي دواء دغري يعطي دكتور أقوى عيار وخلصت السيرة. هو مثل ما حكينا الدافع الوحيد هو الألم، عنده ألم بيروح بيعالج سنه، صدقيني أول ما يروح ألمه رح يختفي الموضوع. وطبعا ما حدا بيحب يشوف دكتور الأسنان، وأول كلمة بس يقعد على الكرسي بيقول لك إنه أنا ما بحبكم، يعني هذا المصطلح. ليش حسيت عليكم زي؟ ما بعرف، رغم يعني طبيب الأسنان هو اللي بيخلص العالم من آلامه، بس مع هيك أكيد لا، ما أكيد بننصح كل المشاهدين سلمى، يعني مني أنا وياك وكل العالم، أنه فعلا الأسنان كتير شيء مهم، الحفاظ عليه كتير شيء. حتى في مفهوم كتير عالم عندهم يا أنه بس وجعني سني بجيب حبة قرنفل
وبضلني عاضد عليها شوي تانية يلا هلا بتصيد. او فستون مثلا بحط فستون للصبح بيكون راح كل شيء يعني. اوكي او بجيب دواء مثلا محا اسكور دواء معين بحطه على النسيج من برا بيضغط عليه وبيجي بعدين بتلاقي النسيج عنده لانه هو كثير نسيج مخاطي كثير ايه بتلاقيه محروق وحالته حاله بننسى وجع السن بنقعد بنعالج بالنسيج المخاطي مخرجنا عم يستفيد عليهم هدول القصص الشائعه بس بقلنا انه اني يعني هو شيء مؤقت عم يسالك طبعا كل شيء مؤقت لازم اي تداخل هو نسيج اللب شوفي هلا بيقولوا طبيب الاسنان خصوصي اخصائي اللبيه عيونه براس اصابعه يعني انا اللي عم حس فيه عم بحكي لك اياه هو نسيج كثير صغير مايكرونات حجمه بتخيل قديش صغير ولكنه محطوط باقوى يعني اصلب نسيج بكل جسم الانسان واللي هو مينا الاسنان وعاج الاسنان فهو ما في شيء حتى الصادات ايام ما بتقدر توصل له مشان هيك ما في شيء انه يفيده غير انه يتداخل عليه من داخل السن أكيد. طبيب الاسنان هو لازم يتداخل عليه اكيد دكتوره آلاء بدنا نتشكر وجودك معنا اليوم وبنتمنى من كل مشاهدينا انه يتوجهوا للباب الصحيح تمام. باي اختصاص فشكرا كثير لك ولوجودك معنا وان شاء الله هيك دائما الابتسامه هي الحلوه ترسميها على وجوه الناس تسلمي شكرا كثير هلا انا متاكده بعد هاللقاء الناس رح تحب كثير تروح عند دكاتره وانا بتمنى والله شكرا لكل المعلومات اللي اعطيتينا اياها وشكرا ان شاء الله بنشوفك بحلقات ثانيه بمواضيع ثانيه شكرا ان شاء الله شكرا كثير أما هلأ